السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحفر 6 رجال حفرة عمقها 180 متر في 3 أيام. ما عدد الرجال لازم لإنجاز العمل في نصف يوم؟ طبعا هذا السؤال تناسب عكسي. ليه شباب؟ تناسب عكسي، إذا زاد عدد ينقص عدد آخر، إذا زودنا عدد الرجال ينقص الأيام. أما لو كان يزيد عدد الرجال يزيد عدد الأيام، يكون تناسب طردي. فالآن إحنا قررنا إنه هذا تناسب عكسي، فهون لازم نطبق قاعدة التناسب العكسي اللي هي XY يساوي XY. كيف يعني؟ المجموعة الأولى شو هي؟ المجموعة الأولى، طبعا شباب هذا سؤال في القدرات، لو سمحتوا يعني بعد إذنكم ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو لأكثر عدد ممكن من الناس. الآن يحفر 6 رجال حفرة عمقها 180 متر في 3 أيام، كم عدد الرجال اللازم لإنجاز العمل في نصف يوم؟ طبعا المجموعة الأولى التناسب العكسي شو هو؟ إنه المجموعة الأولى 6 ضرب 3 يساوي عدد ثابت، يساوي نصف يوم في عدد الرجال اللازم لإنجاز هذا العمل في نصف يوم. يعني لازم في التناسب العكسي يكون 6 ضرب 3، هذا عدد ثابت، وهو يساوي نص ضرب عدد الرجال اللي احنا لازم انجاز هذا العمل. هذا التناسب العكسي. الرقمين، اول رقمين نضربهم اللي هما 6 ضرب 3، هذا يساوي نص ضرب عدد معين، خلينا نسميه دبليو أو سين، خلينا نسميه مثلا ممكن سين. خلينا نحول للعربية، تعود على اللغة الإنجليزية. أنا عندي 6 ضرب 3 يساوي نص ضرب سين، يعني نص سين. 6 ضرب 3 18 يساوي نص سين. لكي أتخلص من النص أضرب طرفين المعادلة 2 ببساطة، حيبقى عندي سين وهو عدد الرجال اللازم إنجاز العمل في نصف يوم، يساوي 2 ضرب 18 يساوي 36. بهذه الطريقة تكون حلت المسألة. هذه مسألة تناسب عكسي. كيف نعرف أن التناسب عكسي يا شباب؟ إذا كان يزيد عدد وينقص عدد الآخر، كل ما زاد عدد الرجال ينقص عدد الأيام، وهكذا. ففي التناسب العكسي نضرب أول رقمين، نضرب الرجال أول رجال، أو الرجال في الحالة الأولى الأيام في الحالة الأولى يساوي الرجال في الحالة الثانية ضرب الأيام في الحالة الثانية. بهذا الآن يعني دائما أنا لما أحل أي سؤال بسأل نفسي does it make sense؟ يعني هذا منطقي؟ نعم منطقي يا شباب، إنه 6 رجال أخذوا كم؟ 3 أيام. وأنا أقدر أحلها ذهنيا، بس ما بدي أدخلكم في متاهة ثانية. ففي نص يوم أحتاج 36 رجل، وهذا منطقي. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد لكم، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ومتابعتي على التيك توك. Thank you very much.